يا ود الدراري، كنتمنى انكم تكونوا بخير في فيديو جديد. هاد الفيديو هذا بغينا ندير واحد تيست رايد ديال واحد سكوتر ميلانو اللي هي ماركه طاليان بطبيعه الحال. هذاك اللي بغيت ديماري حيد البيكي، راه ما ديماريش تكرم حيد. هذا خصك تحيد البيكي، وهذه الحاجه زوينه اللي داروا. شنو هما المميزات اللي فيه؟ سكت الموطور باش يتسمع الصوت. بالنسبه للمميزات اللي فيه غادي نقول لك الصراحه، ناضي عليه تقول ما خليش ما هزيتش عليه، يعني فهمتي. هذا الماكسيموم ديال ليه 150 كيلو، تهز عليه 150. الا جينا نحسبوا انا فيا 69 ولا بان فيها 75 مثلا، اها، وكنت هز شي 50 تما تما فيهم. وهذا بالزوين كيهز فيه السيبورا، هذا باش كيهز. ما هزيتش في السيبورا، عمر السيبورا فيها صاك كبير، عمر بحوايج وجوج كارتونات هنا دابا كاين حوايج وعاد المدام ناخذ. مدام راكبه وت... الله يلا تبارك الله، الله يلا تبارك الله. والرويد الرويد تيبيوس هادو تيبيوس، مزيان الله يلا بلان مزيان. طوب سبيد ديالو 75 قلت لك صافي. عيطتي ليه كيعطيك 80 80 بلان 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 بلان. وراه باش تعرفوا هاد ميلانو هذا راه ماشي به الدري الرباط وبن سليمان وخارج به محمدية وخارج به بزاف د البلايص صراحة. دابا غادي نجربوا أول حاجة، غادي نهبطوا هاد البيكي هذا غنطلعوه. انا قلت لك غنهبطو، عطي واحد السوق. واه يا سلام، عرفتي كنحس براسي بحال شي واحد الجلسه روايه صراحه. صاحبي جلسه ملكيه. ولا وراك ديريكت اش كيوقع؟ لا او ماي جاد، واو زوين الصاد. صافي نعطيك الفينيكس. تبارك الله، مطار مسيلي داكشي واعر مزيان، الدريات مزيان، الدراري تا هما انا ارجع شويه اللور باش يبين لكم فيها. بارك الله، الله يلا زوين، اللهم بارك. موطور مسيلي كما كتشوفوا، هذا تيست رايد ديال السكوتر ميلانو. هو صراحة كيصلح المناطق الأوروبية وهذاك الشيء، لأنه هنا المشكل أنه في المغرب خاص الطريق تكون زوينة، والمشكل أنه الطريق ماشي شي حاجة. دونك هذا خصو الطريق ديالو زوينة. بشوية عليك بارك الله، اللهم بارك. سير تبارك الله. دابا حنا مع الدري كنسوقو، كاينه الطريقه هذه وقال قدر نتعلموا فيها. غادي نعطيه جهده في الدوره الثانيه ونشوف شحال غادي يشد لينا. يعني التيست رايت اليوم ديال ميلانو كنديروا ليه التيست رايت ديالو ونشوفه. اوكي، في الفرانات هنا في الليد. شي حاجه جديده عليا، ما نسولك شنو هو هذا؟ شنو هو؟ هو بيكي سونترال. يا عندك جوج بيكيات. والله الا تبارك الله هادشي زوين صح. بان نلصق ليه طوب سبيد ديالو نشوف شحال غيضرب. يلا يلا العقابي كيطلع فيهم وقيلا. هادي عقبة، أنا نجي مكسيري. هذا السينيال
والله الا العقبه طالع بيس تبارك الله. طب سبيد ديالو سي 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 ولكن فران ديالو اوكي والله الا زوين هذا الموتور زوين زوين عجبني. الموتور مريح صراحه زوين. تنقول لكم الثمن ديالو في الشاشه نخليه لكم. صراحه الموتور ما تحتاج كاع الدواري زعما مزيان. الناس اللي باغين شي حاجه قريبه واخا دير مشابه الرباط مشابه المحمديه بن سليمان يعني صراحه الموتور كيستحق. Please no. دور من هنايا. ميلانو حبس الفران وقراطي دابا تحبس الفران وبقى شاد لومبرياج ورجع. اكي جاك داك الشيء المعلم بلان تبارك الله. ها قول لي هذا بشحال كيدير جديد دابا؟ 12500 مستعمل كتلعب هذيك مليون كاين حاجه نقيه هذا مازال ديما هاد الشريط شريط فين؟ الماكينة ما تكونش كتصفر. ما تكونش كتصفر. كتسرسر. هو مزيان. وشي مرة إن شاء الله ونديروا شي قهيوة تبارك الله عليك.